تدخل وتنفذ اللي انا قلت لك عليه. قدامك ربع ساعة، ربع ساعة بس، وانا اول ما اسمع صوت طلق النار هترجع هتلاقي نامي مراتك ومش هتلاقيني في العربية. اتفقنا؟ دلوقتي بس اقدر اقول لك انا مين، وانا دخلت حياتك ليه، وعايز من جوزك ايه. اسمعيني كويس، انا هقول لك ايه، لان الكلام اللي قاله لك ده كلام يهمك انك تسمعيه. انا مش الشخص اللي في دماغك اللي يأذيكي أو يأذي ابنك، بالعكس أنا شخص اتظلمت، واللي ظلمني جوزك فارس. رؤوف جاب لي الفيلا دي صح؟ وزعلت، هو كتبها باسمي، بس ما تخافش انا مش هفضل معاه ولا غيرت رايي في حوار الطلاق. طب غلطان يا فارس، انت عندي اهم من اي حد، اهم من رؤوف نفسه. رؤوف ده مرحله وخلصت خلاص، انت الحب اللي بجد، الحياه اللي اتمنيت عايشه. انا كنت هقول لك، كنت مستنيه اشوفك هتعمل ايه. لما قلت لي ان انت هتسهر مع لامي عشان يتجوزك كنت هتجنن، ما كنتش عارفه اعمل ايه. انت عارف انا فكرت اني اكمل مع رؤوف، قلت خلاص انت هتسيبني فكده يبقى خسرت الاثنين. انا لو بايدي كنت موتتك. رؤوف جوزك يا هاني، حياتها قدام حياة مراتك وابنك. انا هعد لغايه خمسه، لو ما قتلتهاش اعتبر ان سولي مات. واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسة.